حكم الشرع في وضع المرأة المكياج تزيينا بزوجها أو في ليلة عرسها. ماذا كانت تزين المرأة بالمكياج أو غيره لزوجها؟ أما إذا تزينت من أجل الخروج إلى شارع أو الخروج إلى الناس بزينتها فهذا أمر محرم بما فيه من الفتنة والتشاهل. أما تزين المرأة لزوجها بما أباح الله سبحانه وتعالى من أنواع الزينة فهذا أمر مطلوب ومأمور به. جزاكم الله خيرا.